الحجارة الاستوائية واللي بتعتبر ذو أهمية كبيرة، فهي بتدخل بدعم سبل عيش ملايين الأشخاص على مستوى العالم. أشجار النخيل هي من النباتات القوية يلي يمكن أن تنمو بمجموعة متنوعة من البيئات الأخرى، وممكن يصل طولها 197 قدم. ولكن تبين مع العلماء مؤخرا بأنه حالة ما يقارب 1900 نوع منها وباستخدام الذكاء الاصطناعي معرض لخطر الانقراض. بنتقل نشوف كيف عم يكون الطقس. أجواء مستقرة وحارة نسبيا مع بداية الأسبوع الأول من تشرين الأول، وبتتحول تدريجيا لأجواء خريفية معتدلة نهارا مائلة للبرودة ليلا. ومع نهاية الأسبوع أمطار متوقعة على المناطق الغربية. عم تستمر درجات الحرارة بانخفاض مع بقاء على معدلات بحوالي درجة 3 درجات مئوية، والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال النهار وسديمة بالمناطق الشرقية والبادية. الرياح جنوبية غربية معتدلة عم تنشط أحيانا وتوصل 23 كم بالساعة، أما الرطوبة عم تتراوح بين 40 و80%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 29 درجة. بنتقل لطقس العاصمة دمشق، عم تكون الأجواء فيها مشمسة وعم تسجل عليها 33 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية من سويدا، عم يكون طقس فيها مشمس وعم تسجل عليها 31 درجة، أما بدرعا عم تتراوح بين 16 و33 درجة، وبالقناطرة عم تسجل فيها العليا 30 درجة وعم يكون طقس صحو. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما عم تكون الأجواء بحمص مشمسة وعم تسجل عليها 32 درجة، أما بحما عم تتراوح بين 16 و33 درجة. رح ننتقل على المنطقة الساحلية، عم يكون طقس غائم جزئيا بطرطوس وعم تسجل عليا بلادية 30 درجة، أما بلواء اسكندرية عم يكون طقس مشمس وعم تسجل صغرى 18 درجة. بالمنطقة الشمالية عم تكون الأجواء مشمسة بإدلب وعم تسجل عليا 31 درجة، أما بحلب عم تتراوح بين 15 و33 درجة. أخيرا بالمنطقة الشرقية بالرقة عم يكون طقس سديمي وعم تسجل عليا 33 درجة، أما بالحسكة عم تتراوح بين 21 و35 درجة وعم يكون طقس مشمس. بدير الزور عم يكون طقس سديمي وعم تسجل صغرى 21 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة وبخير.